أبطال أكتوبر. اللواء ملاح علي حجاج هو صاحب أول صاروخ ينطلق صوب مواقع العدو في حرب أكتوبر. إنه اللواء ملاح علي حجاج. تخرج حجاج في كلية الطيران عام 1968، وظل سنوات يستعد للحرب التي لا يعرف شيئاً عن موعدها، وكان يثق أن يوم النصر قادم لا محالة، والأهم هو الاستعداد له وانتظار ساعة الصفر. وحين صدرت الأوامر بأول طلعة جوية، انطلق حجاج نحو هدفه. كان عليه أن يصل للهدف دون أن يكشفه العدو، لذلك حين وصل إلى منطقة ما قبل الهدف أو المنطقة الحرجة التي يصعب تخطيها دون أن يكتشف العدو ما يحدث فوق رأسه، قام حجاج ورفاقه بالطيران على ارتفاع منخفض جداً حتى لا تكشفهم الرادارات. كانت تلك الرحلة هي أول طلعة جوية وأصعبها، فما يحدث فيها سيقرر مصير ما سيأتي بعدها. وحين وصل حجاج إلى هدفه، أطلق أول صاروخين صوب العدو، ثم أطلق الرائد مصطفى زكي صاروخين آخرين، وشاهد حجاج من فوق السحاب الصواريخ الأربعة وهي تشعل النيران في مواقع العدو، وتعالت بعدها الأصوات من داخل الطائرة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.